مساكم خير. الطريقة الأولى اللي هي تحويل نص المحاضرة إلى رسالة نصية، يعني بدلا عن الوورد، بدلا عن قراءتها بصيغة الوورد. مثلا هاي المحاضرة، مثلا هاي المحاضرة، نلاحظ انه بيها هواي شرح مثلا، او احنا نحس بيها هواي شرح وطويلة، فنحاول انه نجزئها. مثلا يعني كل صفحة ننسخها برسالة، مثلا هسه هاي رسالة تمثل الصفحة الاولى، وهاي تمثل الصفحة الثانية. احنا نسويها اسويها بهذا الشكل، مثلا ادخل عليها. وان هنا نحتاج تطبيق بحيث يسمح لي بانه انسخ نص داخل ملف PDF. بالنسبة لي التطبيق اللي استعمله اللي هو الريد ايرا، يسمحني بانه انسخ نص، مثلا انسخ الصفحة الاولى، واقدر انسخ الصفحة الثانية. هسه راح اكتفي مثلا بهذا الجزء، واجي انسخه برسالة هنا مثلا. هذا الجزء، هاي تعتبر الصفحة الاولى، واقدر ارتبها مثل ما موجود فوق. العفو، هذا الجزء أني مسبقا مرتبة. هاي هي الرسالة الأولى، يعني هي الصفحة الأولى. وأيضا الصفحة الثانية أيضا أقدر أنسخها وأسويها بشكل رسالة. هاي بالنسبة لي راح تسهل علي طريقة القراءة، لأنه إحنا يعني تقريبا متعودين إنه نقرأ الكتابة يعني بشكل رسائل، يعني خصوصا بتطبيق التليجرام مثلا او غيره. واقدر اعدل بالنص، يعني مثلا اخلي علامات حمراء مثلا على الاشياء المهمة، واقدر اسوي خاصية تسطير. عفوا، مثلا اقدر اسوي خاصية تسطير، مثلا هذا الجزء اعتبره مهم، مثلا هذا اعتبره مهم، مثلا اقدر اسوي له تسطير، او اقدر اسوي له مثلا اسوي بخط ماء المهم. يعني اقدر اسوي المحاضرة بالشكل اللي اني اريده بالنسبة للاشياء المهمة بالمحاضرة او غيرها. فالمهم هاي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية هي تجزئة المحاضرة. تجزئة المحاضرة تفيد خصوصا اذا كانت المحاضرة باوربوينت، يعني بيها هواي صور مطلوبات معنا. مثلا هاي المحاضرة اللي هي لكشر 6، مثلا هاي نشوف انه يعني مثلا احنا نعتبر يعني انه مثلا هاي المحاضرة بها عدة اجزاء. مثلا عندنا هذا الاوستيوم مالاتس اللي هو التهاب نخاع عظم، به عدة انواع اللي هو الاكيوت الحاد، وهذا النوع الثاني كرونيك، وهذا النوع الثالث. مهم مثلا نيجي على الجزء الاول، ناخذه سكرين مثلا يعني، ونجي ايضا اسمنا ناخذ السكرين هذا الى ان نخلص الجزء الاول. فراح يصير بهذا الشكل، المحاضرة كلها تصير بهذا الشكل. يعني هذا مثلا الجزء الاول، هذا مثلا الجزء الاول من المحاضرة، سويته بشكل سكرينات، وخليت جوا هذا العنوان. هذا الجزء الثاني، وهذا الجزء الثالث، وهذا الجزء الرابع، وهذا الجزء الخامس، إلى الآن كملت المحاضرة كلها. فبهذا الشكل راح تتجزأ المحاضرة، وقد تصير سهلة القراءة. يعني الطريقة الثالثة اللي هي طريقة السبورة، وهي أيضا تعتبر مفيدة، بس أعتقد هاي قد يعني شوية تأخذ وقت، لكن أنا جربتها يعني هم فادتني. يعني مثلا على سبيل المثال هاي المحاضرة اللي هي Lecture 2، أدخل عليها مثلا هاي، واعتقد هاي تحتاج الى انه واحد يعني يقراها، او يقدر يسويها يعني هو وجاي يقرا المحاضرة يسويها، يعني يكتب التلخيص ما تعصب ورا، مثلا يحاول انه يكتب الشيء اللي فهمه من المحاضرة. راح يصير مثلا هاي لكتشر 2 تصير بهذا الشكل، حسب التلخيص او حسب يعني فهم الشخص المحاضرة. اسمه طريقة السبورة أيضا تعتبر مفيدة، لأنه إحنا جاي يعني نخلي كل شيء بالمحاضرة على يعني أمامنا،
لأنه هي المحاضرة بشكل عام تتكون من عدة صفحات، فإحنا نحتاج إلى أنه نقلب بالصفحات. بينما إذا مثلا كتبنا فقط الأشياء الأساسية مثلا على هاي السبورة، فيعني شوية راح تسهل المحاضرة لأنه راح يصير كل شيء قدامنا. وش ما راح تصير كل المعلومات اللي بالمحاضرة يعني بصورة واحدة.